بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين خاتم المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أحمد الله لي ولكم في أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لإحياء سنة أمير المؤمنين وإدامة ذكره وإشاعة أمره إن شاء الله تعالى في نصرتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك ملاحظة يفترض أن ننتبه إليها في طبيعة المقاربة ما بين الغدير وما بين مخرجات الظهور الشريف. طبيعة العرض الإلهي أو الوصف الإلهي لما سيحصل بناء على تحقيق الغدير هو أن ثمة إكمال للدين، إتمام للنعمة، والتسليم لله جل وعلا، وهو الأمر الذي يحقق إن ما التزم الناس بهذه المعايير الثلاثة يحقق يأس الذين كفروا من دينكم، بمعنى رفع سلطة الذين كفروا بأي نمط من الكفر، الكفر الذي يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجحد بما يأمر به، وما بين مخرجات الظهور التي تشير إلى أنه يخرجكم من أو يخرج الأرض بعد أن ملئت ظلماً وجورا، يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لو دققنا في هذا الأمر لوجدنا أن ثمة مطابقة من حيث المخرجات ما بين ما يمكن أن يؤدي إليه الغدير وما يؤدي إليه إجحاف الغدير، الغدر بالغدير، وما بين ما أن يطاع الإمام بأبي وأمي وينصر فينتصر ليخرج الناس من الظلمات من الظلم والجور إلى القسط والعدل، وهو الأمر الذي يمكن لنا أن نتلمسه أيضا في قوله تعالى حينما أراد أن يبين أهمية الالتزام بما سيبلغ به الرسول الأعظم وضعه ما بين قوسين. القوس الأول أشار فيه إلى أنكم إن أردتم، والخطاب لأهل الكتاب، والخطاب على طريقة إما إياك أعني واسمعي يا جارة، وإما أن أهل الإسلام هم أهل الكتاب أيضا، وبالنتيجة الخطاب موجه لهم أنكم إذا أطعتم الله، إذا اتقيتم، يمكن لكم أن تأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. وهذا المطابق هو إلى العدل والرخاء والتخلص من الظلم. وإن لم تفعلوا ذلك، في القوس الثاني عبر عنه بأنه أنتم لستم على شيء. وقد أشرت في ظهيرة هذا اليوم إلى أن كلمة لستم على شيء
مطابقة من الناحية الموضوعية إلى قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، من حيث المؤدى الموضوعي. حينما يقال لرسول لهؤلاء يقال لهم لستم على شيء، ويقال لرسول الله أن هذا الأمر لو لم يطبق أيضا سيؤدي إلى نتيجة أن الرسالة وأهداف الرسالة وما يبتغى من الرسالة أو يتوخى منها لن تتمكن من تحقيقه ولن يتحقق. وبالنتيجة إذا كان الوعد بتحقيقها يؤدي إلى أن تأكل الناس من رخاء هذا البرنامج، هذا المشروع، من فوق رؤوسها ومن تحت أرجلها، لكن حينما لا يلتزمون سوف تتبدل النعمة الإلهية وتتحول إلى نقص في العيش، إلى ظلم، إلى جور، إلى كل التداعيات المتأتية نتيجة للجنوح عن الإيمان والجحود بمفردة الإيمان. الآن لو التفتتم إلى طبيعة هذين المنحين، منحى أن يقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عرض هائل، قصة كبيرة وشيء لا يتناول بسهولة، وإنما يحتاج إلى الكثير من المتطلبات والمواصفات بحيث يصل الإنسان إلى هذه النتيجة. وإلا هذا الأمر لماذا لم يقوله في بداية الرسالة؟ قاله متى؟ قاله في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أبدى الرسول ومن آمن بالرسول بشكل جاد أبدوا جهاداً وإنفاقاً وتحملاً وصبراً ومصابرة وتصديقا وما إلى ذلك، بالطريقة التي جعلت الرسول بأبي وأمي ينتصر في معاركه ويصل إلى لحظاته الأخيرة وقد تم تصفية العدو. لكن هذا المخرج اللي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك راح نشوف يغدر به، بحيث يأس الذين كفروا في تلك اللحظة كان قائماً، أصبحت منعة المسلمين منعة كبرى وعزتهم عزة عظمى، بحيث الرومي حينما كان يريد أن يفكر بمهاجمتهم وهو القوة الكبرى آنذاك، أو الفارسي الذي كان يوم ذاك قوة كبرى أيضا ما بين الروم وما بين الفرس، ما الذي جعلهم يترددون ويخافون؟ بسبب هذه المنعة التي بنيت بناء على جثث الشهداء وعرق المجاهدين والصبر والإباء الذي أبداه الرسول الأعظم ومن آمن به. لكن حينما تم التنصل في اللحظات الأخيرة لحياة رسول الله من المخرجات التي أرادها إلى هذا الأمر، هنا جاءت قصة يأس الذين كفروا وتمكنهم من تلك العزة. انقلبت الموازين، بعد ما كانوا يأسين في زمن رسول الله سرعان ما بدأوا يتحركون، إلى درجة وجدنا أهل الكتاب يدخلون في إصدار القرار النابع مما يسمى آنذاك بالدولة الإسلامية، يتحكمون بالقرار، يشيرون على أصحاب القرار ويقدمون ثقافتهم وأفكارهم إلى من يسمون بأصحاب القرار. بالنتيجة انتهينا إلى ما يعترف الآخر به بأنه انتهينا إلى حكم الأكاسرة والقياصرة وحكم الملوك، بعد ما كل شيء اسمه خلافة وما إلى ذلك انتهت، حكم النبوة هم انتهى وإنما اجى حكم الملوك وما إلى ذلك. لكن النتيجة اللي نحصدها اليوم هي حصاد هي زراعة تلك الفترة، وهي نتاج من نتاج تلك الزراعة وذلك الانحراف الذي حصل.
الشيء المهم هنا واللي يعني بدي أن نتوقف عنده هو أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أمر عظيم، أمر هائل لم يتعرض في كل القرآن إلى هذا الأمر إلا في هذه اللحظة. والحديث عن تغيير الأرض وما عليها لحكم العدل أشار إليه من خلال بوابة عظمى. بالمقابل حينما تنظر إلى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه والوعد الذي وعدنا به، ماذا تجد؟ أنه يشار إلى أمر عظيم للغاية، إخراج الناس من الظلم والجور. وين؟ في كل العالم، بعد أن تملأ ظلما وجورا، إخراجهم إلى القسط والعدل قصة ليست من النمط السهل ولن تحصل بسهولة، خاصة وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إن إزالة جبل أهون على الله من إزالة ملك لم يحن وقته. من ما استوفيت شروط إسقاط هذه الأنظمة بعد تدعو ما تدعو، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصرف بكل شيء وهو قادر على أن يتصرف بكل الأشياء، لكن أعطى على نفسه وعدا بأنه يترك عملية التغيير إلى الناس، وبالنتيجة إن لم يستعد الناس لن يحصلوا على هذه الحصيلة وهي إخراج الناس من الظلم والجور إلى القسط والعدل. والدليل واضح جدا أنه وعد الناس بأن ييأس الذين كفروا، ولكنهم حينما تخلفوا ما الذي حصل؟ انقلبت الآية وأمل الذين كفروا من أن ينالوا من دينكم، وبعد ذلك شفنا النتيجة اللي الآن إحنا ضحاياها وإحنا مظلوميها في أن الظلم والجور والذين كفروا يتحكمون بكل شيء. هذا الأمر لو نظرنا إليه من هذه الزاوية. أمر آخر، وأنا أشير إلى عدة أمور بعد ذلك أجمعهن في طبيعة ما يفترض بالمنتظرين أن ينتبهوا إليه في طبيعة ما يطلب منهم من مهام النصرة ومن مهام الإعانة. حينما تحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أنه سيأتي يوم سيكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وبادئ ذي بد كنا نتصور أن الحديث عن حالات الشذوذ اللي منتشرة في واقع المجتمعات بشكل عام، لكن اليوم من بعد ما شفنا أكو سياسات كبرى جاي تتحكم وتدفع بهذا الأمر، والتقارير اللي أرسلها أخواننا في تلك البلدان باتجاه حركة كبيرة جدا باتجاه اللواط، حركة كبيرة جدا باتجاه التحول الجنسي، حركة كبيرة جدا باتجاه السحاق، بحيث يكاد أن يقول الأخوة بأن الشذوذ شيئا فشيئا سيكون هو الحالة الاعتيادية، والحالة الطبيعية هي التي ستتحول إلى عالم آخر أن تكون هي الحالة الشاذة. حديث ماذا قال؟ حديث سلمان المحمدي صلوات الله عليه، قال بأنه سوف يكون المعروف منكرا والمنكر معروف، تمسخ القيم، تمسخ المعايير، وتتحول رؤية الجمال إلى قبح، ورؤية القبيح بأنه هو الجميل. الفطرة ستمسخ، والكلام هنا كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ اليوم احنا ندري وزارات الخارجية عند الدول الغربية تتحدث بمنطق إشاعة اللواط في المجتمعات، حكومات، تشريعات، موازنات، مستشفيات، متخصصين، إعلام ضخم من أجل إشاعة الحالة التي أشار إليها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيكتفي الرجال بالرجال
والنساء بالنساء. إذن هذه الأحداث التي يشار إليها لا تحصل عبثاً، وإنما تحصل نتيجة لجهود، نتيجة لمساعي، نتيجة لخطط، نتيجة لآليات، نتيجة لصيغ يعدها الظالم ويجريها في الواقع الاجتماعي. واللي يراقب الأمور بشكل دقيق راح يشوف أنه الواقع إن لم يتم التصدي بقوة إليه يمكن أن تنتقل إلينا العدوى بشكل طبيعي وسلس إلى مجتمعاتنا. الآن بعضكم يتذكر كثير من الحاجات اللي كانت حاجات أساسية، واليوم أصبحت انتفت هاي الحاجات. على سبيل المثال، قبل القلم احتياجنا للقلم شقد، احتياجنا للورقة شقد، احتياجنا لكثير من الراديو مثلا المسجل وما إلى ذلك، شقد كانت احتياجاتنا. واليوم شقد تحولت هاي الاحتياجات، وين أصبحت؟ إيش قد صار لكم مراجعين إلى القلم؟ إيش قد صار لكم مراجعين إلى الورق؟ شوية شوية كثير من العادات اللي موجودة عندنا اللي نعتبرها حالات وحاجات طبيعية جدا أصبحت منتفية. التليفون الخط الاعتيادي كان أساسي في حياة الناس، لكن الآن تحول إلى حالة نادرة، وإذا شافوا التليفون يقولون هذا من أيام زمان، مع أنه يصل له. القصد هنا أكو تقنيات، أكو بدائل جاي تحصل في الواقع الاجتماعي جاي تقلب المعادلات. اليوم الضجيج اللي موجود على الذكاء الصناعي وما يمكن إلى أن يؤدي من مؤديات هو نفس الضجيج بمع حفظ الفارق. حينما بدأت الآليات أو آلات المكائن والمعامل وما إلى ذلك تنتقل من الحالة القديمة إلى حالة الآلات الأوتوماتيكية اللي بسببها خرجوا عشرات الملايين من العمال خارج المعامل، باعتبار المعامل بعد ما تحتاجهم مثل ما كان قبل. اليوم نفس الحالة، أصحاب المعامل أصحاب الأعمال مهددين بأنه ما لا يقل عن 200 مليون عامل سيفقدون أعمالهم بسبب أن الذكاء الصناعي سوف يحل محلهم. هذه تقنيات في الواقع الاجتماعي. إذا طبعا هذه التقنيات مطلوبة، زين أن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة أفضل، لكن ماذا بالشأن الاجتماعي؟ حالة الخلاعة اللي الآن إحنا نتحدث عنها في أوروبا وفي أمريكا، هذه الحالة ما كانت موجودة قبل 100 سنة. قبل 100 سنة أوروبا غالبيتها كان محجب. إلى الحرب العالمية الأولى أمريكا كانت محجبة. من أقول محجبة يعني الأخلاقيات العامة والالتزام العام خلاف كل هاي المظاهر اللي إحنا جاي نشوفها. بس هذه حضارة الشيطان أنتجت نتاجات تؤدي بشكل طبيعي إلى أن البدائل لهذه النتاجات هي أن تصل إلى هذا العصر، عصر أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. واسمحوا لي هنا أن أبسط القضية أو أفصل بها أكثر. بالحرب العالمية دزوا الرجال إلى الحروب، لكن وجدوا أنهم يكفون، والرجال جاي يتعللون أنه عندنا نسوان وعندنا أطفال، من اللي يعيشهم من الكذا، زين جيبوا نسوانكم خلينا نشغل. دخلوا النساء في المعامل، المرأة صارت قبل ما تختلط بالرجل أصبحت الآن تختلط بالرجل، قبل ما محتاجة إلى أي رجل الآن أصبحت محتاجة إلى اللي يراقبها بالعمل وإلى مدير العمل واللي يعطيها راتب وما إلى ذلك، محتاجة إلهم. الزوج وين؟ موجود في جبهات القتال.
شيئا فشيئا دخلت الحالة على خط العفة الاجتماعية. التداعيات وين انعكست؟ على العفة الاجتماعية. شوية شوية وصلنا إلى سنوات السبعينات والثمانينات، أصبحت العذرية شيء غريب في المجتمعات. البنات المراهقات أصبح عندهم عيب، أو فت حالة شاذة أنه هذه لحد الآن ما فقد عذريتها. فشيء مستغرب، شيئا فشيئا انتقلوا إلى ما نشوف الآن. ما اجت هذه اعتباطا، وانما اجت، اعود واقول، اجت بناء على اليات رسمت سلفا، اعد لها سلفا. هسه نظروا الى هاي النتائج بشكل مبكر او لا، خططوا الها او ما خططوا الها، لكن بالنتيجه المقدمات اللي اوجدوها اشتغلوا عليها، بعد ذلك بدت تنتج هاي النتاجات. الآن لو رجعت إلى حديث سلمان المحمدي، ووجدت إيش قد يتحدث عن مظاهر مرعبة، وإذا تذكرون أول ما ذكرنا الرواية هنا قلنا هذني غالبيتهم في مجتمعاتنا موجودة، اللي يشير إلهن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، أكو نتف من عندهم. لكن اليوم جاي نشوف صارن سياسات، صارت بيها محاكم تتدخل، صارت كنائس تؤسس لهذه القضية، معابد تؤسس لهذه القضية، مساجد توضع إلى المثليين، إلى أهل اللواط. والإمام لوطي والمصلين ما شاء الله، ومكتوب على المسجد مالتهم هم علامة المجتمع، مجتمع قوم لوط، سواء بالألوان أو ما يسمى بمجتمع الميم أو كوير أو ما إلى ذلك من هذه التسميات اللي تطلق على هذه القضية. وين رايحين احنا بعد ذلك؟ شنو الخطوة الأخرى؟ ما راح يوقفون عند هاي القضية. لذلك الآن إذا تشوف أكو إلحاد، إذا تشوف شبابنا نزلت عندهم مستوى الغيرة إلى مستويات أقل بكثير مما كانت، وأنا هنا ما أقصد مجتمع دون غيره بشكل عام، ضعفت نزلت الأسقف مال هذه القضايا، إذا لقيت العفة العامة أصبحت مستهجنة في بعض المكانات أو مو مطلوبة في مكانات أخرى، أو إذا مطلوبة على استحياء، أو إذا مطلوبة بمعدلات أقل مما كانت مطلوبة قبل. واليوم مو غريب عليك أنه تسمع من الأب أنه خوش أسويها البنية هي وصديقاتها وهي رايحين، والولد هو أصدقائهم رايحين، ما أقدر شو أسوي لهم أنا. هذا تسمع أنت، بس هذني كلهن لما ترصدهن وتوضعهن ضمن مخطط، ضمن هيكل، راح تشوف الجماعة مخططين سلفا إلى هذه الأمور، وما اندفعت المجتمعات إلى هذه القضايا عبثا أو هكذا كيفما اتفق. مو جاية كموجة، وإنما أكو تدابير اتخذت، أموال صرفت، جهود بذلت، عرق نزل من أبدان هؤلاء، اشتغلوا. في المقابل أنت إذا ما تشتغل لإحلال الخير ولإحلال العفة، شنو اللي راح يصير؟ من المشاهدات اللي بقت في ذهني من أيام الشباب في سنة لعله 74 أو 75، مرينا على منطقة القصر الأبيض اللي كانت مديرية الأمن العام آنذاك ذيك المنطقة، ساحة الأندلس. ساعة متأخرة كنا راجعين من الكرادة، وصار مرورنا بهذه المنطقة قريب 12 أو ما يقرب من هذا الوقت. كانت
المديرية نشطة. شو وقت؟ بساعة متأخرة. كان تساؤلي هذولا إذا يشتغلون على ظلمهم وعلى جورهم وعلى باطلهم يشتغلون 24 ساعة، إذا ما نقابلها بالشغل أبو 24 ساعة ما نقدر نوقف قدامهم، السيل مالتهم رح يكتسح. كذلك أخوانا الأعزاء، اللي يريد يفكر بمشروع كبير على مستوى إكمال الدين وإتمام النعمة عليه أن ينظر إلى ضخامة المشروع وضخامة الاستحقاقات المترتبة عليه. لن أقنع بأنه الحمد لله الذي جعلني من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، نعم الحمد لله، لكن هذا ما حقق الغدير، حقق انتماء لمشروع الغدير، لكن بعد الغدير ما تحقق. وهنا علينا أن نتساءل شنو اللي مطلوب من عندنا حتى نسعى باتجاه أن يحل مشروع الغدير ويتحقق مشروع الغدير أو نقترب من تحقيق مشروع الغدير. أنا ذاكر أكثر من مرة بأن مشروع الغدير الذي أعلنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مجرد إعلان. شلون نشوف إعلانات بالتلفزيون بذاك الوقت؟ إعلان، الإعلان شيء وتطبيق الإعلان وتنفيذ شيء آخر. رهن بمقاومة الناس الذين سيقفون في قبال الغدير، والله يعصمك من الناس اللي كان يتصور أن الله سيدخل إرادته الجبرية ويحمي مشروع الغدير، الآن أصبح بإمكانه أن يقول لنفسه أنا كنت متوهم جدا، لأنه الناس اللي غدروا بالغدير بعد أسماءهم هي العالية، والوليد المسخ اللي أنتجوه بعد لازال هو الأكبر في شأنه وفي وضعه، مع أنهم أبناء الغدير تطور وضعهم بشكل كبير، نمت قدرتهم بشكل كبير. لكن ما يهمني جدا اللي يفكر بالمشروع الكبير كون يرصد الضرائب والاستحقاقات بحجم ذاك المشروع. من عندك مشروع تدخل في بناء بناية كاملة إذا ما مهيئ فلوسه، وإذا ما مهيئ العمال مالته، وإذا ما مهيئ الوضع الفني الهندسي مالته، ما راح تقدر تسوي شيء. قد توجد الفلوس لكن ما توجد القيمة الفنية لهذا العمل، المهندس ما موجود، شو تسوي لك الفلوس؟ قد توجد العمال لكن المال ما موجود، شو يسوي لك العمال؟ احنا جاي نتحدث يا اخواننا يا اعزتنا، جاي نتحدث عن مشروع فيه اخراج الناس، كل الناس، كل الارض ملئت ظلما وجورا، هذا تعبير الرواية، بعد أن تملأ الأرض بالظلم والجور سوف تنتقل إلى القسط والعدل. بماذا؟ بأي آلية؟ بأي استحقاق؟ بأي ضرائب تدفع في هذا المجال؟ إذا نظرنا إلى الأمر من هذا البعد، تعالوا ارجعوا إلى كل قصص علامات الظهور، كل القصص، سواء العلامات اللي تشير بطبيعة الذي سيجري علينا أو الذي من الممكن أن يجري علينا أو الذي تنبهنا عليه الروايات بأنه سيجري أو سيتحقق، سواء في الجانب السلبي أو في الجانب الإيجابي. يعني من نشوف أكو راية اسمها راية اليماني، إلها هذا الوصف من الهدى، إلها هذا العدد، إلها هذا الانتصار. من نشوف راية كراية الخراساني، إلها هذا النمط من الإنقاذ، إلها هذا النمط من التحدي والمقاومة إلى الاستكبار وما إلى ذلك. أو حينما نرى راية السفياني، إلها هذا النمط من الوحشية ومن الفجور. هذا كله ما راح يجي من فراغ، يجي بناء على عوامل اجتماعية تتحقق
ذيك ربع اليماني بناء على صبرهم، بناء على ثباتهم، بناء على قدراتهم، بناء على جهادهم، بناء على تحديهم إلى الظلم، راح يصير عندهم قوة وراح يصير عندهم عزة وراح يصير عندهم منعة. الخراساني كذلك، الرايات الصفر كذلك، لكن في المقابل أيضا السفياني قلنا أنه ليش يدخل إلى بغداد بهذه الطريقة التي تصفها الروايات؟ لو أكو الاستعداد المطلوب ما يتمكن، ليش يروح يوصل إلى النجف؟ لو أكو الاستعداد المطلوب، والاستعداد المطلوب مو هو تراكم قوة، تراكم القوة واحدة ما يكفي. ويمكن إلي أن أقتبس من واقعنا، إحنا إلى أن هجمت داعش عندنا في الموصل قرابة 250,000 رجل أمن، 250,000 هجموا عليهم ما لا يزيد عن 800 واحد. 800 واحد، شوف ركام القوة وين، أحد 250,000، أسلحة غالبية أسلحة العراق كانت هناك موجودة، 85% من دروع العراق كانت موجودة في منطقة الموصل، أموال كان عندهم أموال، يكفي أنه أكو 486 مليون دولار كانت في مصرف الرافدين في ذلك الوقت، في هذه لما هجموا داعش. هذني عوض أن تستفيد منهن، من ركام القوة هذا، عوض عن أن تستفيد من عندهن تحولن إلى ماذا؟ تحولن إلى أسلحة مضادة. الجيش انهزم، الأسلحة تركت إلى داعش، الأموال تركت إلى داعش، وهو مشروع بديل حاضر، قدم مشروع سيطرة بمنتهى السهولة، وركام القوة ما كان إلى أي قيمة، بالعكس تحول إلى عالة. جريمة سبايكر وجريمة مهولة جدا، لكن علينا أن نفكر 4,000 واحد قتلوا بهذه الطريقة من خلال كم واحد مسلح، مو بالملايين إجوهم ولا بالآلاف إجوهم مسلحين، كم واحد مسلح، لكن ركام القوة ايش سوى؟ ما قدر يوقف قدام ناس متوحدين، وضعوا حجرا على حجر في مكان معين. احنا مشكلتنا عندنا أحجار، لكن انت تخليها بهذه الزاوية وأنا أخليها بذيش الزاوية والثالث يخليها بالمربع الفلاني والمربع العلاني والمربع البعيد والمربع القريب، خلي من الآن إلى يوم القيامة أحجار متفرقة لن تنتج أي بناء. لكن شوف 313 في بدر شنو اللي سووا في قبال الأعداد الكبيرة، من نقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مو عبثا هذا نقوله، هذا سنة، هذا قانون، فئة كثيرة ما متحدة أو متحدة فكرا ولكنها غير متوحدة عملا، متحدة عملا غير متوحدة بالهدف، راح يكون عملها أقل نتاجا من عمل من يأتي متوحدا على فكر باطل وعلى هدف باطل وبآليات قليلة ولكن موحد الهدف وموحد الإرادة والعمل. اليوم لا شك ولا ريب أطلق أخواننا الله يجزوهم بالخير في المحافظات ما يمكن أن نقول أطلقوا دوي باسم الغدير المهدوي، ومعهم كان أو سابق لهم العتبات المباركة، علماء الدين المتدينين في كل المناطق. ليش هالسنة الغدير أصبح متميز؟ وقبل كانوا يسوون، لكن هالمرة صارت أكو رسائل موحدة، أكو عملية تهديف على هدف موحد، أصبح الدو يسمع وأصبح الموج الاجتماعي يتحرك.
قطعا نشيد سلام يا مهدي ما جاب شعر من آخر الدنيا، ولا كان الشعر هو من أعظم الشعر، ولا كانت الألحان من أعظم الألحان. نشيد عادي يعني، في سألت أحد المسؤولين قلت له قد كلف النشيد؟ قال كلف 28 مليون تومان، بمعنى قرابة 500 دولار. 500 دولار، لكن لما توحدت الإمكانات وبي هدف والناس شافت الهدف توحدت كل الناس، تحول إلى نشيد عالمي يقرأ في كل اللغات. وأنا مطمئن الآن في أي مكان لو خيرت الناس اللي قاعدين وجدت فرقة إنشاد ويقولوا لهم أنه شو تريدون نقرأ، قطعا سلام يا مهدي راح يكون من الأوائل. في قصة الانتظار يا أخواننا الأعزاء، أولا القضية مو بس قضية عقيدة ولا قضية فهم فقط، الآن انتقلتوا أنتم من الفهم إلى العمل، والعمل به مشاكل كثيرة ويحتاج إلى جهود أكثر وتعقيدات أكثر، لكن القدر المتيقن أستطيع أن أقول حلاوة تحقق الأفكار راح تبدون تتلمسوها شيئا فشيئا. قبل الفكرة تعيش في العقل، لكن إحنا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا أنه هذا الحلم المهدوي سيتحقق. إذن إحنا ما رايحين وراء حلم، إحنا رايحين وراء مشروع سيتحقق، وبالنتيجة يمكن أن يكسر العدو، يمكن أن يهزم الظلم والجور. هذه الكلمة أنه بعد أن ملئ الظلم وجورات تستبطن ليغركم كل هذه القوى، كل هذا الظلم والجور نتيجة لتفرقكم، أخرجوا من هذا التفرق ستجدون بأنكم قادرون على فعل المعجز من الأعمال. قبل أيام مخيم جنين، مخيم صغير أعداد قلة إمكاناته ضعيفة جدا، في قبال آلية عسكرية طاحنة بطيرانها بمسيراتها بكل أسلحتها الثقيلة، اجت وألقت قوتها على كاهل هؤلاء، لكن قدروا يحققون هاي القوة العسكرية الكبيرة؟ قدرت تحقق النتائج اللي رادتها مع قوة قليلة مع إمكانات قليلة؟ السبب أصحاب القلة توحدوا. الآن الصهاينة المغتصبين إذا يريدون يتحدثون عن إنجاز لهم مع معرفتنا بمبالغاتهم راح يقولون قتلنا 10، أنت جايب لك 1000 مقاتل وياهم عشرات الدبابات وياهم عشرات المدرعات وجرافات وطائرات هليكوبتر وطائرات حربية وطائرات مسيرة، والإعلام كل الإعلام الغربي والإعلام المحلي كله يصف في خدمة الصهاينة، انهزم. هذا بالنسبة لنا درس بليغ جدا في أن نعرف المعادلة المتركبة للظلم والجور. هذا اللي إحنا يفترض أن نسعى باتجاه أن نمهد لإمام زماننا في أن يهزم الظلم والجور. شلون نمهد له؟ بها طريقة علينا أن نقتبس من هاي الملاحظات اللي جاي تصير. أكو تجربة قدامنا جاي تجري، إحنا جربنا ويا داعش، جربنا ويا القاعدة، جربنا ويا الأمريكان، قبل ذلك جربنا ويا صدام، وإخواننا في لبنان جربوا ويا الصهاينة، جربوا ويا الأمريكان، جربوا ويا فرنسا، إخواننا في إيران جربوا ويا الصهاينة، جربوا ويا الأمريكان، جربوا قبل ذلك مع شرطة أمريكا الشاه، وأيضا إخواننا في اليمن وما إلى ذلك. أكو تجارب جاي تقول لنا مو مستحيل تقدرون، لكن تحتاجون إلى وحدة الموقف، وحدة القرار، وحدة الهدف،
ووحدة الأعمال. هذه المشكلة اللي للأسف الشديد في العراق تشير الروايات إلى أنه لن تحل بسهولة. بس هي لما أمير المؤمنين يشير إلى أنه ستبقون كالشياه بلا راعٍ، هذه هي كلمة استفزاز لنا. ليش نبقى كالشياه بلا راعٍ؟ شنو اللي ينقصنا؟ ينقصنا رؤية بصيرة لطبيعة الهدف، لطبيعة القائد، لطبيعة متطلبات المرحلة. وفي أن ما نغش، من يعتبر القضية سهلة؟ من يعتبر القضية المهدوية قصة سهلة متوهم جدا. من يعتبرها قضية ترفية والله سبحانه وتعالى راح يكرمنا بها متوهم جدا. هذه القضية مرعبة للطرف الآخر لأنها تتضمن النقيض التام للطرف الآخر. أمريكا ما راح تقعد وتسكت، الصهاينة ما راح يقعدون ويسكتون، أرباب النفاق الأعرابي ما راح يقعدون ويسكتون ويشوفوك أنت جاي تنتصر، مستحيل. راح يبقى يشتغل من أجل تفكيكك، راح يبقى يشتغل من أجل إضعافك، وراح يجيك بشتى أنواع الوسائل والأساليب، من جملتها ليش ما كاتلين أرواحهم على أن تسري مفاهيم الانحلال الاجتماعي في مجتمعاتنا. ايش راح يصير عندهم لو أن الناس ما اتجهت إلى اللواط؟ ليش هيك حريصين على أن اللواط يجب أن يسود في المجتمع؟ واقعاً أول أمس أحد أخواننا أرسل مقطع فيديو لأحد شوارع ما أذكر كاليفورنيا أو نيويورك، ما أذكر يعني يا مدينة، صورة مرعبة، مرعبة بحجم بشكل كامل، يعني حالة اللواط وحالة السحاق مأخذ هائل جدا في الواقع الاجتماعي. طبعا هذه بعد بداية الحملات، هذه مع الأيام إيش راح يصير. طلعت واحدة من أخواتنا تتحدث في كندا أنه أنا إيش أسوي، تعالوا إلحقوا أخذوا بنتي من عندهم، لأنه من عندي، لأنه قالت أنا عندي أحاسيس رجل، فراح يحولوها إلى رجل. هذه بدايات، بعدهم ما انطلقوا بالمشروع بكل تفاصيله، ووراء قطعا ما راح يوقفون عند هاي القضية، من المستحيل أن يوقفون عندها. ليش رايدين من عندنا أن نفكك واقعنا الاجتماعي؟ شنو مشكلتهم ويا الأسرة؟ شنو مشكلتهم ويا الزواج الطبيعي؟ أكو مشكلة أساسية، هي أن الإنسان إذا بقى يفكر بمسؤولية راح يكون صعب عليه، راح يكون عسير في التطبيع مع ظلمه. بينما إذا فقد الغيرة الذاتية فقد الغيرة الاجتماعية، وبعد ذلك شيء اسمه وطن واسمه ثروة عامة واسمه مصالح عامة، هذا حج. من فقد ثقة بنفسه وسلم روحه إلى الآخر، شنو اللي راح يصير؟ بعد ما راح تبقى عنده إحساس بالمسؤولية تجاه الآخر، فضلاً عن أن يكون مسؤول عن دين أو ما إلى ذلك. على العكس من ذلك، شوف الإسلام إيش قد كان تصويبه بعيد. من الأول قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من الأول. والبعض يجوز كان يصور أنه سذاجة، شنو حاشينا أنت؟ بالفعل بعض العلمانيين كانوا كاتبين هذه القضية، القضايا أنه في قصة صعبة أنه كاتب إنه خلق من ذكر وأنثى. الآن المعركة جارية في المجتمعات الأمريكية والغربية أنه هذا النسل منين جاي؟ من ذكر وأنثى، لو من كل هذا الطيف اللي يسموه طيف الألوان، طيف القوس قزح، اللي بيهم أنثى رجل ورجل أنثى وإلى آخره. المخنثين اعتبروهم نوع، وبالنتيجة أصبح الكلام عن إمكانية حمل الرجال
وحبلهم أصبحت قائمة عندهم، وأن المرأة تؤدي التناسل الذكوري أصبح أيضا ماشي عندهم بعمليات بغير عمليات، جاي يطرحوه بعنوان ثقافة عامة وثقافة مدارس وما إلى ذلك. لأن هذا هم حريصين على هذا الظلم، حريصين على أنه يتجهون بهذا. الإسلام من الأول ركز على صناعة الإنسان، لعله في بدايات الملتقى في سنة 2011 أو 2012 أنا ذكرت جملة بعض أخوان اعترض عليها، شافت شبيرة، أنه الفلاسفة الغربيين هم في الغالب انعكاس لمصالح الشركات الأجنبية، يعني الشركات الكبرى. الشركات هي التي تدير كل الأمور، سياسة واقتصاد وأمن وما، الشركات هي التي تدير. أحد أخواننا اعترض، شيخنا هذا استخفاف بهؤلاء، هذا جهد بشري وما إلى ذلك. لما نشوف بس الصورة ما نشوف خلفياتها بشكل طبيعي نصل إلى هاي النتيجة، لكن من تباوع على الخلفيات تدري أنه سارتر لما أطلق فكرة الوجودية والشباب العابث والشباب العدمي وما إلى ذلك، سارتر إجا نتيجة لتداعيات الحرب العالمية الثانية. شي خلصهم من الشباب اللي رجعوا وشافوا آبائهم انقتلوا أو مارسوا الحرب وقتلوا وصارت عندهم نزعة القتل، حولوهم إلى هيبيين وحولوهم إلى حالة البوهيميا وما إلى ذلك، حتى يعيش الحالة العابثة والحالة العدمية وما يشعر لا أكو الله لا أكو دين لا أكو كذا. شوية شوية اتخلوا عن الأمور. كذلك الآن الفلسفات اللي جاي تطرح ترى كلها بهذا الاتجاه. الإسلام بشكل مبكر راح، شوف، وجه الأنظار علما، لا وجه الأنظار إلى الزعيم الفلاني إلى الملك الفلاني، بالعكس انتقد هؤلاء وانتقصهم، خلاهم مثلبة عبر التاريخ، حديثة عن نمرود، حديثة عن فرعون، حديثة عن كسرى، حديثة عن كل هؤلاء، حديث الاستهجان. لكن بالمقابل جاب لك ناس خلاهم هم القدوة. من تسأل ذول الناس أصولهم شنو؟ قيمهم أو قيمتهم الاجتماعية ضمن مفاهيم المجتمع ذاك الوقت شنو؟ قدم لك سلمان الفارس. سلمان من يجي إلى بيئة عرب، بيئة عشائر وقبائل وشيوخ وما إلى ذلك، وين يصير سلمان؟ رجل فارسي إجا إلى بيئة غريبة جدا وهو كبير بالعمر. بلال وين تخليه؟ وهو زنجي وكان عبد عند أمية ابن خلف. عمار ابن ياسر، ياسر أبو عمار، سمية أم عمار، كانوا أيضا عبيد. لكن الصورة وين وجهت؟ وجهت إلى هؤلاء، ذول قدوة. السبب شنو؟ صنع من عندهم أناس عندهم قيمهم عندهم مبادئهم وثبتوا على هاي القيم. أبو ذر قدس الله روحه الزكية، أبو ذر لما تعرض عليه أموال طائلة جدا ويرفضها ويعذب بسبب رفضه للأموال، يضرب في دار خلافة المسلمين من قبل خليفة المسلمين، يضرب ويؤذى. ليش؟ لأنه ما أخذ فلوس. والسبب شنو يا أبو ذر؟ ليش ما أخذ فلوس حلوة؟ يقول لهم ترشوني على ديني، تقدموا لي رشوة من أجل أن أترك هذا الدين. هذا المقام تخلد أبو ذر. ولا أبو ذر شنو معرفتنا به؟ لا يمت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمت النبي قرابة،
لكن يمتنا بصلة كبرى من خلال القيامات. احنا الآن عودا على بدء الحديث، في المشكلة اللي جاي نعاني منها هي هذه المشكلة، مشكلة أننا بلا وحدة قرار، بلا وحدة هدف، بلا وحدة قيادة، بلا وحدة عمل، نبقى نبني تراكمات أو ركام، لكن هذا الركام يمكن أن يسلب من عندنا في أي لحظة، في أي لحظة يمكن أن يسلب. وأنا هنا أنا أرجع وأذكر لكم مثل قبل أكثر من مرة ذاكرة، الشعائر الحسينية في زمان المرحوم الإمام الراحل السيد محسن الحكيم كانت عظيمة جدا في العراق، والناس يشعرون بوهج كبير جدا. تم التعامل مع هذه الشعائر بطريقة، النخبة كانت ضد، طبقة كانت لا أبالية، أهل الشعائر كانوا مهتمين يريدوا لهم عونة ما يلقون العونة، اجوا الباعثين دخلوا على الخط. وين راحوا؟ راحوا إلى النخبة اللي تقول أنه الحسين ما ينشر بهاي القضايا، شنو لطم 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 ما إلى ذلك، إن الحسين مشروع حضاري وما إلى ذلك، تعالوا خلنا نقدم حضارة الحسين. يا بحضارة الحسين بيا طريقة أنت تقدمها؟ إذا الإنسان ما صاير حسيني بيا طريقة أنت تنشئ الحضارة الحسينية؟ وشنو هذا مفهوم الحضارة الحسينية؟ شنو شنو مصداقة؟ ها خاف الناس تحكي علينا، وخاف الناس تعيب على الإسلام وينتهك حرمة المذهب وما إلى ذلك. ثم النتيجة شنو صارت؟ قسم منكم شهود على هاي الحالة، اللي بقوا بالعراق يعرفون المعاناة من أجل أن يوصلون إلى منبر الحسين، بس المنبر عم انعم الله على واحد يصعد يصيح آيحتين ومصابه. كان الركام كبير جدا، مواكب بالمئات وبالآلاف، دفعة واحدة في غفلة، في حالة تفرقة، في حالة تناثر، أدى بالبعثين إلى أنه أي واحد يريد يلقي أي كلمة عن الحسين عليه السلام يكون يضم اسم صدام ويمدح صدام قبل ما يبدي بذكر الحسين عليه السلام. مو هذا اللي صار له غيره؟ ووصلت إلى أنه حتى تطبخ إلى الحسين عندك معاناة هائلة، حتى تلبس أسود عندك معاناة هائلة، حتى تصل إلى كربلاء عندك معاناة هائلة. وش قد اللي استشهدوا بالطريق واللي دخلوا السجون وما إلى ذلك نتيجة لما كان يعتبروا هذا النمط النخبوي اللي الله ابتلانا به آنذاك، كانوا يعتبروا هذه سذاجة، هذه بساطة، هذه إهانة للحسين عليه السلام. لكن النتيجة شنو؟ شعار راحت. أنت إذا ما تبني الوضع وتنتبه إلى وضعك، عدوك مو غافل عنك. وأنا أنبه أخوان العراقيين تحديدا، أبناء شعبنا، شوفوا هذا الأمريكان، هم اللي أوجدوا القاعدة وهم اللي أوجدوا داعش. لما داعش هزمت بوريقة من مرجع، بوريقة حركت الآلاف ومئات الآلاف وهزمت هزيمة شنيعة جدا، لن يتركوا المرجع والمرجعية وما أنتجته المرجعية، لن يتركوهم بسلام أبدا. إذا ما يحاطون وتسور منعتهم وتحصن بذاك، ثقوا بالله لن يبقوا لكم باقية. مستكبر جايب مليارات الدولارات وجايب جيشه وما إلى ذلك وطامع بكل ثروة وتكمنه أنت حتى تيجي توقف قدام مشاريعه، ما معتبرك شيء. خلوني أقول لكم الآن اللي الشيء اللي جاي يطرح الآن في المجتمع الغربي، ما يعرف عنه بمشروع المليار الذهبي، ما أدري إذا سامعين بالمليار الذهبي أو لا،
خلاصة ما يريدوا أن هذا العالم كله ما بيه خير، يكفي العالم أن يكون بيه مليار واحد، هذول إلهم الثروة وإلهم الغذاء وإلهم الكذا، البقية خلي يروحون، بين تحديد نسل وبين حروب وبين وباءات وبين مشاكل، المهم الثروة تعطى إلى هؤلاء، المكنة تعطى إلى هؤلاء، من اللي يتحكم بالمليار الذهبي؟ اللي قاعدين فوق الشركات الكبيرة، ومن يوجه الشركات هذه؟ هسه تسموها ماسونية، تسموها حكومة خفية، تسموها أيا ما كان، أنا مو هواية من المهووسين بهذه الأسماء حقيقة، لكن لا شك ولا ريب تنتهي أمور هذا العالم إلى كم واحد قاعدين هم اللي بديهم القرار، هيك يصير أو هيك ما يصير. أول أمس قرأت خبر أنه إيلون ماسك صاحب تويتر ربح اليوم 14 مليار دولار بيوم واحد، وهذا اللي عنده 14 مليار سهلة يمكن أن يفقدها بعد ذلك. هاي 14 مليار تشكل جيوش في مناطق، جيوش، ويمكن أن تحتل دول وما إلى ذلك، مجموعة فاغنر فضحت القضية، كما أنه الأمريكان ترى هم عندهم نفس فاغنر، جمع المرتزقة بشركات، وبدوها البريطانيين، البريطانيين أسسوا الشركة الهندية الشرقية، راحت احتلت الهند بعنوانها شركة، تحركت بعنوانها شركة، تريد تبني قطارات وتريد تبني معامل وما إلى ذلك، هاي منو احتلوا الهند بمنتهى السهولة، هند أم المليار، مقاتلين أشداء، هزمتهم شركة بألاعيب وبأضحوكات وبهدايا وبإغراءات وما إلى ذلك انهزموا. إحنا كذلك يا أخوان الأعزاء، إذا غفلنا عن الزمن، الزمن ما يغفل عنا، الآخر منتبه إليك. وأنا أذكركم بقضية بسيطة كلكم سامعين بها، عبيد الله ابن زياد وقت اللي إجش كم واحد كانوا ويا إلى الكوفة؟ 12 واحد. بالطريق الناس كانوا يقولوا له السلام عليك يا ابن رسول الله، عبالهم الحسين، هاي الناس سذاجتها وبساطتها بهذا المستوى قد يكون، ويسلمون عليه وهو يعطيهم إيماءات يريد يأكد لهم أنه نعم أنا الحسن. ثم شنو اللي صار؟ سذاجة الناس شو سوت؟ عدم بصيرتها شنو اللي سوت؟ أخواننا وأعزائنا الآن اللي بالمحافظات وأدوا مشروع الغدير بطريقة أعتقد قسم من عندها مبتكر هذه السنة، التفتوا إلى الواقع الاجتماعي، أنتوا شنو اللي سويتوا به؟ بل أنا أحدث الكثير من هؤلاء، قبل ما تنهمكون بهذه النشاطات الناس ما كانت تنظر إلكم بعنوانكم قيمة مهمة، مخطئين بحقكم، مشتبهين، متوهمين، أي ما كان، بس من بديتوا تنشطون بهدف واحد وبقرار واحد وبشعار واحد وبعمل واحد، الناس قاموا ينظرون لكم بإكبار. الناس، واللي أقصد وجهاء الناس، قاموا ينظرون لكم بأنه هذه قيم اجتماعية مهمة يجب أن يعتنى بها. إذا الواقع الاجتماعي انطاكم هذه القدرة وأثبتت التجربة أنكم قادرون على صناعتها، إذن مسؤوليتكم في تحولكم إلى قيادات ناهضة في المنطقة تمسك، ما عندنا قائد واحد يا أخوان، شنو المشكلة أن يصير عندنا ألف قائد لألف منطقة؟ تحولوا إلى قيادات، مسؤوليتكم هذه. أنا ذاكر لكم حديث الإمام الهادي عليه السلام عن ضعاف الشيعة ومن يستنقذهم، من صاحب الكرامة اللي يروح يوقف نفسه ويقول ذولا ضعاف الشيعة وأنا المؤمن الذي وعد به الإمام الهادي عليه السلام بأن أستنقذهم من الضلال؟ أنتم كفؤين بذلك، تقدرون تسوون هذا الأمر. أخواتنا أيضا بنفس الطريقة، وهنا أنا ما أتحدث عن مجموعة حزبية أو ما إلى ذلك،
أنتم مهدويون أصحاب محبة خاصة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والناس اللي شاركوكم بهذه المحبة أنتم مو وحدكم في هذه الساعة، ملايين الناس معكم وجزء أفضل من عندكم أيضا، لكن ضعوا الناس كلهم في رافد واحد ستجدون أن قصة أن الحسين أن الغدير ينصر مهدويا هو هذا الرافد اللي جاي ينشأ من خلال توحيد جهود المؤمنين، صبها توجيهها باتجاه أن لا يبقى الغدير مجرد ذكرى. تمر علينا اليوم صفقنا 18 ذي الحجة انتهى، شوية شوية نروح إلى بقية الأيام ننسى الغدير وننسى آلام فاطمة الزهراء اللي صارت من أجل الغدير، ننسى آلام أمير المؤمنين، بل آلام رسول الله صلى الله عليه وآله كلها ننساها. من يرجع الغدير مرة أخرى هم نصفق علي مولاه علي مولاه، ومن ينتهي هم تخلص القضية. الغدير مو هذا، الغدير أعظم من هذا، الغدير مشروع هائل جدا، مشروع السماء، والله الله لا يوجد لديه أي مشروع إلا مشروع الغدير الوحيد اللي عبر عنه اليوم أكملت لكم دينكم، هو هذا المشروع. لكن هذا المشروع دون هذا التعبير، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله، يجي مشروع الغدير. قلنا قبل الفلاح في تعبير القرآن هو أن يوصلك إلى هذا اليوم الذي يكمل به الدين وتتمم به النعمة. فلاح على شنو الفلاح؟ في الواقع الدنيوي هذا، هسه في الواقع الأخروي جنة وما إلى ذلك، ترى الموضوع الأخروي هو الموضوع السهل، الحساب العسير هو الموضوع الدنيوي، موضوع الآخرة سهل كثيرا إذا أنت تجاوزت الحساب الدنيوي. أما مشكلة الحساب الدنيوي إذا قصرت بيه شلون، إذا ما أديت المهمة شلون، باكر تروح إلى إمامك المنتظر ويقول لك أنا جاي أريد أخلص الناس من الظلم والجور، أنت شنو استعداداتك لهذا الأمر؟ شنو قابلياتك؟ شنو اللي بنيت من قدرة ومن منعة بحيث يمكن لك أن تجاهد الظلم والجور؟ من نريد نجي نتحاسب ويا أنفسنا؟ شو نشوف حقيقة؟ قد نشوف واقع مؤلم. لذلك أنا أدعو أخواننا أخواتنا أعزتنا اللي اليوم احتفوا بالغدير، تعالوا خلينا نحول الغدير إلى منطلق عمل يفكر بإيجاد قيم تمنع الظلم والجور، تنشئ القسط والعدل، تجابه الأعداء الذين يريدون أن يتغولون على أمة الغدير وعلى مشروع الغدير. وهذا الأمر الواقع أعطانا دلائل وبراهين بأننا نستطيع أن نفعل ذلك، مو مثل ما يقول الإعلام الغربي أنهم يتحكمون بكل شيء أو أنهم قادرون على أن يفعلوا كل شيء. نعم، إرادة إجرامهم قادرة، أخلاقياتهم قادرة على أن يكتسحوا كل القيم، لكن حينما تكون صاحب منعة وصاحب قوة، العالم الخبيث هذا لا يحترم إلا القوي. روح تملق إلهم من الصبح إلى الليل وأنت مو قوي، ما حد يشتريك بزبانة، يستغلوك كمطية. أما من تكون عندك قدرة وعندك قوة، تهاب وتحترم وتدخل في المعادلات الصعبة، تدخل في معادلات القرار. على أي حال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم الغدير، ونحن أقرب إلى الثأر للغدير، أقرب إلى الثائر للغدير، أقرب إلى إمام زماننا الناهض بمسؤولية تحقيق وتنجيز الغدير. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على محمد.